التواصل يستمر مشاهدينا الكرام، ينطلق ويسير شوطنا العاشر ضمن انطلاقات وتحديات هذه الأشواط العامة، ونبدأ مع هذا الشوط. وهذا الشوط هو مخصص للحقائق القعدان من مسافة 2 كيلومتر في هذا المحلي الثاني، والبداية والمقدمة مع ثابت هو من يثبت في المقدمة، تعود ملكية المبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري، وعلى المركز الثاني من يتواجد على المركز الثاني محجوب عنا رغمه، لكن ننتقل للمركز. نعم يصل هنا على المركز الثاني، يصل مشاهدينا الكرام حامل رقم 85، نعم غير مدون عندنا. على كل حال ننتقل للمركز الثالث، ومن يحتل المركز الثالث شعار بن جهيم. يا مرحبا بشعار بن جهيم، يصل في هذه اللحظات ويتقدم هنا مبلش مع حمد بن محمد بن راشد بن جهيم المري، من يصل هنا ويتسلل على المركز الثاني والمركز الثالث الرابع. المركز الرابع، ناخذ المركز الرابع، ومن يتقدم في المركز الرابع هنا الغزال لحران بن سالم بن محمد الفيدي المري، وعلى المركز الخامس من يتقدم على المركز الخامس. الوصول هنا من سراب عبد الله بن ناصر بن عبد الله آل خليفة من يحتل المركز الخامس. هذه نتيجتنا. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود وإياكم هنا إلى الحامي لفيصل بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي، ولكن نعود وإياكم إلى المقدمة والصدارة. يا سلوب، شوف التغيير مشاهدين الكرام، من غير في هذه اللحظات؟ مبعد لعبد الهادي بن سعيد بن مسعود الفيدي البري، الله، وهو بالفعل اسم على مسمى. هذا هو مبعد يبتعد عن بقية المشاركين في هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا مبعد يريد التوقيت الزمني الأفضل، هذا هو مبعد، أبعد من القعدان المشاركة. نعم مشاهدينا الأفاضل، سلام لمالك مبعد، سلامنا وتحياتنا لعبد الهادي بن سعيد بن مسعود الفيدي المري على فوز مبعد وتحقيقه بالمركز الأول. تحياتنا وتقديرنا لهذا الشعار. المركز الثاني، إذن يصل على المركز الثاني مشاهدينا الكرام. المركز الثاني يصل الأسد لنايف بن محمد بن خميس الخيلي، أما المركز الثالث أو هنا المركز الثاني، نعم مشاهدين الكرام، يصل على المركز الثاني الحامي لفيصل بن عبد الهادي البريدي المري، أما المركز الثالث فيصل على المركز الثالث مشاهدين الكرام الأسد لنايف بن محمد بن خميس الخيلي. المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا ومستمعين الكرام، نترك أيها الإخوة الأفاضل بعد أن تصلنا المعلومة النهائية. نعم بعد أن تصلنا المعلومات عن المركز الرابع والخامس، لأن الدخول جماعي كما شاهدناه على شاشة قناة الريان الفضائية، ولكن بعد تحكيم لجنة خط النهاية صاحب المركز الرابع. نعود وإياكم على كل حال إلى التوقيت الزمني، دقيقتين 52 ثانية 8 أجزاء من الثانية. نعم هذا هو توقيت مشاهدينا ومستمعينا الكرام. نعم هذا هو توقيت مبعد ثاني لعبد الهادي بن سعيد بن مسعود الفيدي المري، أما المركز الثاني دقيقتين 55 ثانية 9 أجزاء من الثانية. ثاني والناموس لمالك الحامي فيصل بن عبد الهادي البريدي المري، أما المركز الثالث فيصل فيه الأسد، يقطع المسافة في
دقيقتين 56 ثانية بالوفاء والتمام تهانينا والناموس لنايف بن محمد بن خميس الخيلي على هذا الناموس. نهني جميع الفائزين، ناخذ المركز الأول المركز الرابع.